معانا دكتور عبد المنعم سعيد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، مرحبا دكتور. يعني الهدف المعلن والاساسي من وراء هذه الزياره وفي هذا التوقيت، راي حضرتك فيهم ايه؟ يعني هو رايي انه العلاقات بتنمو. هنرجع مرة تانية للدكتور عبد المنعم سعيد، يعني عن بالحديث عن العلاقات وأهمية هذه الزيارة. الحقيقة إن إحنا في علاقات راسخة وقوية وهامة جدا، مش جديدة، ولكن مع حلول الرئيس السيسي كان فيه اهتمام بهذا الثلاثي، مصر اليونان قبرص، على جميع المستويات، على المستويات حتى الثقافية، وده إلى جانب طبعا المستوى السياسي والاقتصادي. معنا دكتور عبد المنعم، نحاول الرجوع ليه مرة أخرى. وزي ما بقول لحضراتكم، معنا طيب دكتور عبد المنعم، أهلا بيك يا دكتور. أنا آسف جدا على قطع. أبدا يا فندم، أبدا. إنما يعني هو العلاقات المصرية اليونانية بتنمو منذ يعني زمن طويل، نحن عارفين إنها موجودة، يعني لها قدم تاريخي كبير في التاريخ المصري والتاريخ اليوناني، لكن في المرحلة الأخيرة عمالة تنمو في الحقيقة على جميع الأصعدة، يعني صعيد الاقتصادي، صعيد موضوع الغاز، على أصعدة أمنية متعددة. واضح جدا إن في تعاون كبير موجود في مواجهة الإرهاب، وزي ما سمعنا من لحظات من الرئيس السيسي إنه أيضا في تعاون مشترك في مواجهة أو مطالبة المجتمع الدولي بمواجهة الدول الراعية للإرهاب. أعتقد أنه في دول ترعى الإرهاب بالتمويل، بترعاه بإعلام، بترعاه بإعطائه مأوى، موجود في هذه الدول، وهي نفس الدول التي تحاول أيضا أن تنغص. دكتور، كنت يمكن قبل ما حضرتك تدخل معانا بتكلم عن زي ما حضرتك ذكرت هناك علاقات تاريخية، ولكن في الأونة الأخيرة العلاقات دي توثقت بشكل أكبر نظرا للحدود المشتركة، وكان الرئيس اتكلم عن فكرة أنه بترسيم الحدود الاقتصادية أنا بضمن حقي وحق الدولة الأخرى في التنقيب بحرية. ده مظبوط، يعني هو أنت معروف أنه قانون البحار هدف وأن الدول اللي وقعت على المنتدى، وخاصة مصر واليونان، ومؤخرا تخطيط الحدود البحرية بين مصر واليونان، بيتيح لمصر ولليونان مناطق شاسعة للاستغلال الاقتصادي. ده يعني نوع من العلاقات البناءة اللي قايمة على تعاون يحقق المصالح المشتركة للبلدين. لكن أيضا ملحوظ أنه في تهديدات مشتركة موجودة، لا سواء لهذا المنتدى بتحاوله يعني دول جوار، وأيضا فيما يتعلق بموضوع حماية الإرهاب. المواجهة دي بتستدعي هذا التعاون الموجود الآن بين البلدين، ويبدو لي أن الحديث هنا موجه للمجتمع الدولي وللدول الأخرى أن تقوم بالمساعدة في مقاومة التهديدات اللي هي معرضين لها البلدين. شكرا لك يا دكتور. دكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.